عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على نتائج مشاركة رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي وسير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث اطلع السيد الرئيس على نتائج مشاركه السيد رئيس مجلس الوزراء في القمه العالميه للحكومات بدبي نيابه عن السيد الرئيس كما تابع سيادته سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي